مشاهدينا خلينا نروح في معانا تقرير بنحكي على ثلاثية الأجراس، العمل الملحمي للشاعر والروائي إبراهيم نصر الله الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية باسم البوكر. للمزيد بالتقرير التالي مع زميلتنا توجان فارس. مرة أخرى يعود الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله في عمله الجديد ثلاثية الأجراس، وبقدرة فائقة على التجدد والعطاء وارتياد مناطق جديدة تاريخيا وإنسانيا لتوثيق حكاية فلسطين خلال القرن العشرين. نحن اليوم في حفل إشهار رواية ثلاثية الأجراس للروائي المبدع الأستاذ إبراهيم نصر الله، وسبب حضوري أنني جئت لكي أحضر هذه الاحتفالية ويعني أحتفي مع صديقي الأستاذ إبراهيم نصر الله في هذه الذكرى. الرواية طبعا تحكي يعني إبراهيم نصر الله هو مولع بالتاريخ الفلسطيني، بالهم الفلسطيني، يعني نبش هذا الماضي من أجل تقديمه بحلة جديدة. هي تتحدث أيضا عن المقاومة، عن تاريخ فلسطين. قارئة للكتب والكاتب إبراهيم نصر الله من كتابي المفضلين، قرأت له أكثر من رواية، ثلاثية الأجراس لسه ما بعرف عنها إشي، وحابة إشي يعني أحيانا بحب إني ما أقرأ حتى عن الكتب الجديدة لحتى أستنى تفاجئني، بس أنا من قراءاتي للكاتب من أفضل الروائيين الفلسطينيين ورواياته دائما بستناها. ثلاثية الأجراس، العمل الذي يجمع ما بين الحب والفن والموسيقى والنضال، محتضنا نصر الله بداخله ثلاثة أعمال روائية: ظلال المفاتيح، سيرة عين، ودبابة تحت شجرة عيد ميلاد. اليوم نستضيف طبعا الروائي إبراهيم نصر الله في إشهار ثلاثيته الروائية، وهي ثلاثية مهمة استكمالا لمشروعه الروائي الذي بدأه مبكرا واستطاع من خلاله أن يخطف أكثر من جائزة على المستوى العربي، وكان طبعا إبراهيم نصر الله خير سفير دائما لنا في جميع المنتديات التي مثلنا بها خارج الأردن. اليوم إبراهيم نصر الله سيوقع مجموعته أو ثلاثيته الروائية هنا في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، وأيضا سوف يتم مناقشة هذه الثلاثية من قبل نقاد وأكاديميين يلقون الضوء فيها على ما وصل إليها والحالة الإبداعية التي وصل إليها أديبنا. حضرت اليوم لأمسية إشهار كتاب الروائي إبراهيم نصر الله، لأني من جديد صراحة صرت أتابع كتاباته، عجبتني كثير وملامسة للواقع الاجتماعي اللي إحنا عايشينه، وخصوصا الحالة الفلسطينية تحديدا. بتوقع أنه هاي الثلاثية الأخيرة أو من الملهى تكون يعني حاسمة في تفاصيلها ومثل ما تعودنا عليه. الجديد في ثلاثية الأجراس إتاحة خاصية قراءة أي واحدة من الأعمال الثلاث باعتبارها عملاً مستقلاً، أو قراءة الثلاثية كلها كعمل متعدد الوجوه، لكنها أيضاً تجمع برقتها وعذوبتها وشجنها متتبعة ما عاشته فلسطين من تحولات على مدى العقود الماضية.